رداً على أيام الحساب الإسرائيلية، توعدت إيران بالانتقام، لكن هذه المرة انطلاقاً من الأراضي العراقية وقبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وبحسب موقع أكسيوس، ستوقع المخابرات الإسرائيلية إطلاق إيران لعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ، وذلك بواسطة أذرعها بالعراق في محاولة منها، ونقصد هنا إيران، تجنب تعرضها لأي هجوم انتقامي. هذا دليل آخر على دقة الضربة الإسرائيلية التي أصابتها بمقتل، فقد مرت الدفعة الأولى من الطائرات ببطاريات الدفاع الجوي، ونتحدث عن سوريا والعراق، مما أفسح المجال للطائرات الثانية والثالثة أيضاً للوصول إلى إيران واستهداف منشآت إيرانية تشارك في إنتاج صواريخ الكروز والباليستية. بحسب وول ستريت جورنال، المسؤولون الإيرانيون بدأوا في إخبار الدول العربية سراً بأن الهجوم أصاب المواقع بدقة كبيرة وفي العلن، حيث قال النظام إنه أدى إلى أضرار محدودة. هذا ما قاله في العلن. طبعاً بالنسبة للتصريحات الصحفية التي تم تداولها تحديداً عن طريق ردود الأفعال الإيرانية تحديداً، نتحدث ونبدأ من تصريح المرشد الأعلى: إيران تهدد بالرد القاسي على إسرائيل. هذا المنشط الأبرز من ضمن التصريحات. المرشد الأعلى خامنئي قال: أمريكا وإسرائيل ستتلقيان رداً ساحقاً على ما فعلته ضد إيران. ننتقل إلى التصريح الآخر، والذي كان أيضاً متداول على مواقع التواصل بشدة، وأيضاً على وسائل التواصل ووسائل الإعلام. حسين سلامي قال: إسرائيل لن تتصور العواقب المريرة لعدوانها على إيران. إذن كما شاهدنا قبل قليل تهديد ووعيد أيضاً من الحرس الثوري، الذي قال: تداعيات اعتداء إسرائيل ستكون مؤلمة وخارجة عن تصورها. ننتقل إلى الرئيس الإيراني بازشكيان. معتادون فعلياً على بازشكيان بأن يكون ربما دبلوماسياً في طريقة حواره ودائماً في تصريحاته، عندما دائماً يقول طهران لا تسعى للحرب لكنها سترد بالشكل المناسب على إسرائيل. إذا ما انتقلنا من بازشكيان إلى رئيس مجلس الشورى قاليباف، الرد الإيراني على الغارات الإسرائيلية سيكون حاسماً، هذا ما قاله قاليباف. أما بالنسبة للخارجية الإيرانية، كما نشاهد هنا من ضمن تصريحات الخارجية الإيرانية، قالت: سنستخدم جميع الأدوات المتاحة للرد على إسرائيل. أما بالنسبة للتقارير الاستخباراتية، إيران تجهز مئات الصواريخ للرد على إسرائيل. كانت هذه أبرز التصريحات التي جاءت على لسان المسؤولين الإيرانيين.